السلام عليكم. في سنة 2017 وبالتحديد في نوفمبر 2017 كان في مواطن أمريكي اسمه جون. جون كان بيعيش يوم عادي جدا، وفجأة وبدون سابق إنذار بيخبط باب البيت وبتدخل عليه الشرطة الفيدرالية FBI وبيتم القبض عليه، وبتتوجه له اتهامات بشأن هجمات إلكترونية على الشركة اللي كان شغال فيها قبل كده. وطبعا جون أنكر كل الكلام ده وقال انا ماليش علاقة اصلا بالموضوع. القصة كلها ابتدت لما جون اترفد من الشركة اللي كان شغال فيها، بس قرر انه ينتقم منهم بشكل جديد. في 2015 جون كان شغال في شركة، الشركة دي كانت كل تعاملاتها عبارة عن بيع وتسويق لمنتجات إلكترونية عن طريق الإنترنت، بالإضافة لتقديم خدمات إلكترونية للعملاء عن طريق الموقع بتاعها. المهم إن الشركة قررت الاستغناء عن خدمات جون، فهو شاف إن هو كده تهان وقرر إن هو ينتقم من الشركة ديت بشكل جديد وشرير جدا. في نهاية 2015 راح جون واتفق مع شوية هاكرز إن هم يشنوا مجموعة كبيرة جدا من الهجمات على الشركة. الهجمات دي كان الهدف الأساسي منها إن هي توقع الموقع الأساسي بتاع الشركة وتوقف كل الخدمات اللي هي بتقدمها، وبيتسمى النوع دوت من الهجمات هجمات الديدوس. في الهجمات ديت مفيش سرقة بيانات ومفيش أي أضرار خالص، وبتعتمد على إن مجموعة كبيرة من الأجهزة من مختلف أنحاء العالم بتعمل هجمة واحدة على خدمات الشركة. وطبعا زي ما قلت من الأول إن الـ FBI لما وجهت الاتهامات لجون، جون أنكر كل الكلام ده وقال إن مفيش دليل على الاتهامات دي. بس لسوء حظ جون إن في 2017 بيتم تسريب مجموعة كبيرة جدا من بيانات الناس اللي كانت بتطلب خدمات من هاكرز، وطبعا بيانات جون بتكون في وسطيها، كل المراسلات والإيميلات وحتى الفلوس اللي اتدفعت كلها اتكشفت. وطبعا لما المحكمة واجهت جون بالتسريبات والإيميلات اللي حصلت ما قدرش ينكر واعترف اعتراف كامل، وفي 2018 بيتم الحكم عليه ب 15 سنة سجن. الحاجة الجميلة اللي انت لازم تعرفها ان جون كان بيدفع شهريا من 19 ل 200 دولار لمجموعة الهاكرز دول اللي امتدت هجماتهم لمدة 6 شهور كاملة. تخيل معايا 6 شهور كاملة بيهاجموا سيرفرات الشركة. وهتيجي طبعا تسألني سؤال جميل وتقول لي كل الأجهزة اللي اشتركت في الهجوم دي ب 200 دولار بس في الشهر؟ لا، وحزيدك كمان من الشعر بيت ان مجمل كل المدفوعات اللي دفعها جون للهاكرز دول كلهم هي 650 دولار بس. دفع 650 دولار في 6 شهور على الهجمات دي كلها. والواضح كمان ان جون كانت عجبته القصة جدا وشاف انها جميلة وحلوة، فابتدى يطلب منهم هجمات على مراكز الشرطة وبعض البنوك وبعض الشركات الاخرى. واللي لازم تحطه في عين الاعتبار ان هجمات الديدوس ديت ما بتعتمدش على جهاز ولا جهازين ولا 3 ولا 10، انت بتتكلم على اقل من مئات بل الاف الاجهزة بتعمل الهجمات ديت بشكل منظم في نفس الوقت في نفس الثانية. مئات الاجهزة او الاف الاجهزة اللي احنا بنتكلم عليها اللي بتقوم بنفس الهجمة في نفس الثانية، الاجهزة دي مش مملوكة الهاكرز، يعني مش هاكر هو اللي قاعد عليها وبيعمل الهجمة، الاجهزة ديت مستولى عليها من الهاكرز. يعني ممكن يكون جهاز عادي في اي مكان بس واصل بالانترنت وفي هاكر مستولي عليه، والهاكرز اللي من النوع دوت ما بيحاولش يبين بطريقة او باخرى للمستخدم اللي قاعد على الجهاز ان في حد مستولي على جهازه، عشان يقدر يسخر الجهاز ده في اي هجمات او عمليات هو بيقدر يقوم بيها. علشان ابسط لك القصة ونفهم الغرض من الحكاية اللي احنا حكيناها ديت، خلي بالك لان انت ممكن يكون جهازك الشخصي اللي في ايدك جزء من الهجمات ديت وانت ما تعرفش. وبستغرب لما بتكلم مع الناس انها لازم تبقى واخده بالها سواء في الحاجات اللي بتعمل لها داونلود من على الانترنت او المواقع اللي هي بتدخل عليها او حتى الفلاش ميموري اللي بياخده من واحد صاحبه عشان ينقل بيه فيلم او ينقل بيه اغاني، ان ده ممكن يكون السبب في نقل العدوى والفيروس ما بين الاجهزة، وان انت يتم الاستيلاء على جهازك من قبل اي هاكر ويتم استخدام جهازك في هجمات انت ما تعرفش عنها حاجة، ويكون مصيرك في الاخر ان انت قاعد في البيت وتفاجئ ان في حد بيخبط عليك ويتم القبض عليك ساعتها بتهمة الاشتراك في هجمات على مؤسسات كبرى. لذلك لازم نوعي الناس اللي حوالينا ولازم ناخد احتياطاتنا كويس جدا قدام اي حاجة بتتنقل لنا او اي مواقع احنا بنخش عليها،
لان ممكن في لحظة من اللحظات يكون جهازك مشترك في هجمة من الهجمات اللي بتتعمل على حاجة زي المفاعلات النووية اللي موجودة في ايران، وتتسبب في كارثة نووية على مستوى العالم وانت للأسف ما تعرفش. وربنا يحفظنا ويحفظكم، وبتنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو، ولو في اي اسئلة ياريت تسيبوها لي تحت في الكومنت، وياريت ما تنسوش تشتركوا في القناة، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله على خير. سلام عليكم.